منهج مطروح من قبل هذه المحاضره الرسول في النقيب عن مصر السلامه شوف الفصل جريد الوطني للتنميه هذه الرئيسيه الاستاذ يوسف سيدنا والاستاذ امينه والاستاذ ناصر صبحي. بشكر الساده الحضور من وزاره الاثار والثقافه والجامعات الاهليه ونهره وجمعيه صحاب التراث وكل المهتمين بمشروع مسار العلا المقدسه المتوزعين على جميع مواقع المسار. شكر خاص لنقابه البوشنيين لتواجدهم واهتمامهم بالمشروع اللي انا بشوف ان هو ذو عائد جيد جدا للسياحه الثقافيه. بتشرف وجودي النهارده وسط استاذ افاضل استاذ الدكتور سامي صبري عميد معهد الاثار القبطيه استاذ الدكتور سعد عدنان اللي تمتعنا بمحاضرته الشيقه جدا استاذ الدكتور عادل الدكتوره ميري مساك كليه السياحه والفنادق استاذ وجيه جمال امين نقابه المرشدين اتناف التنميه الروحيه والتراث وجودهم واهتمامهم بالمسار استاذ عبير حلمي متالقه دائما ودائما مستنيه بالمسار. انا همشي معاكم سريعا عشان يعني اقول لكم بسرعه كده ايه اللي تم لان الحقيقه اللي تم ما كانش بسيط كان يعني لولا اللي احنا سمعناه ده لولا احنا قدرنا نحقق اليوم. الحقيقه مصر والفاتيكان بتتمتع بعلاقات دبلوماسيه هادئه منذ 23 مايو سنه 47 يعني احنا داخلين تقريبا على 72 سنه في علاقات دبلوماسيه هادئه بين البلدين. كان مهم قوي ناخد انا مش هتكلم استفاضه للدكتور اسحاق قام بالدور ده كفايه كان مهم قوي ناخد بعض من اهم الوثائق اللي بتثبت المسار منها النمر الطويل اهمهم النمر الطويل بابا سوفيس في القرن الرابع وبحث جامعه كولوم في المانيا عن الفرضيه المكتوبه اللي حدد المده اللي عادتها العائله المقدسه في ارض مصر والخريطه اللي اعتمدها قداسه البابا الان بشنوده الثالث قرانا حوالي سنه 2000 وقرار مجمع لجنه المجمع المقدس بالكنيسه ان حدد مواقع المسار في سنة 2012 وبنقراه دايما يوم 24 بشمس لكل عام اللي هو الموافق 1 يونيو عيد تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر. كان إيه أهمية اعتماد مسار العائلة كبرنامج سياحي؟ في ذات الوقت إحنا كنا خارجين من ثورات الربيع العربي مش عارف الربيع العربي دي جت منين؟ إحنا شفنا بعد كده إنه كان خريف وكان دمار وقتل باسم الدولة الإسلامية الحقيقة أدى إلى ما يسمى بالإسلاموفوبيا لدى الغرب فكانت فيها تساعدنا في تحسين الصورة الذهنية ترسيخ مكانة مصر اللي احتضنت الأديان السماوية الثلاثة على أرضها وإظهار طبيعة شعبها العزيز والمحب لجميع الحضارات رسالة حب وسلام وأمان للعالم لزيارة مصر المباركة وإضافة جديدة لتنمية المنتج السياحي المصري حيث أفاد التقرير منظمة السياحة العالمية اللي بيعد التقرير ده ليه خبرة عالميين قالوا كده إن زار العالم مليار وثلاثة من عشرة سائح 27% منهم بيندرجوا تحت شريحة السياحة الدينية والبي اف اي. طبعا لما نعرف إن 27% من تعداد السياح بيندرجوا تحت الشريحة دي كان لازم نهتم ونركز احنا فين من الشريحه دي. تنميه شامله وتشجيع الاستثمارات الجديده في مواقع المسار زي ما اتفضل الدكتور اسحاق قال ان العائله مرت بالاماكن الاكثر فقرا عدت على 12 محافظه عندنا اكثر من 30 موقع من مواقع المسار صحيح مش 30 موقع اللي بيشتغل فيهم اماكن سياحيه لكن يحصل تنميه شامله فيها. لازم نفهم ايه يعني السياحه الدينيه اللورد في جنوب فرنسا زارها 8 مليون سائح السنة اللي فاتت سان فاطمة في البرتغال 5.5 مليون سائح كل دول بيندرجوا تحت السياحة الدينية الفاتيكان نفسها في روما 6 مليون سائح السنة اللي فاتت السياحة الدينية في اسبانيا 11 مليون سائح بيزور السياحة الدينية في اسبانيا بمنتجاتها المختلفة سان دييغو دي كومباستيلا ومعانا يعني ضيف فاضل من اسبانيا كان عنده فهم ان احنا بنتناول المسار ازاي
ساجرادا فاميليا برشلونة السنة اللي فاتت كنيسة على اسم الآية المقدسة سارة 3 مليون ساعة. البلاد اللي بتنافسنا قريبة مننا الأردن. الأردن بلد قريبة مننا ما تعوش غير موقع واحد المغرس اللي اتعمل فيه سيد المسيح. وده يعني سيد المسيح نزل في الموقع ده لمدة دقائق معدودة فقط، زارها 1.5 مليون سائح السنة اللي فاتت. والأردن هي اللي نجحت إنها تحقق المعادلة إن 27% من تعداد السياح اللي بيروحوا الأردن يندرجوا تحت شريحة السياحة الدينية. يعني مصر لو هنقول جالها سنة عشان أبسط عليكم الأرقام، يعني لو جالها 10 مليون سائح، لو إحنا ماشيين مظبوط المفروض 2.7 من 10 مليون دول يكونوا السياحة الدينية بكافة أنواعها، بتكلم بس مزار العلم المقدسة. احنا نتمتع بالسياحة الدينية الحقيقة غزيرة جدا. طيب كان عندنا أحداث تاريخية مهدت الطريق إن احنا نتقارب الكنيسة الكاثوليكية. احنا كان عندنا يعني معادلة صعبة إن احنا لازم نحققها، هي التوافق مع الكنيسة الكاثوليكية في المسار. لجنة الخلاف المنائلة المقدسة كانت أرض مصر، لكن كان في خلاف في المواقع ومين اللي حدد المواقع والمده الزمنيه اللي عدتها الآلة المقدسه في ارض مصر، اللي زي ما الدكتور اسحاق في البحث والوثائق اللي جمعها والمخطوطات قالت كده حققته. ابتدت سنه 71 شال قداسه البابا شنوده في مؤتمر في النمسا للحوار بين الكنائس الارثوذكسيه والكاثوليكيه حول الكريستولوجي وتوافقوا على صيغه باللغه الانجليزيه، ودي كانت خطوه يعني مبهرة لتحقيق تقدم في الحوار بين الكنيستين. مايو 73 وتحديدا يوم 10 مايو سافر البابا شنودة في زيارة تاريخية للفاتيكان ليلتقي بالبابا الراحل جون بول السادس، واتفقوا ان يوم 10 مايو يكون يوم عيد الصداقة والمحبة بين الكنيستين. حصل لنا زيارة تاريخية سنة 2000 من البابا جون بول الثاني فترة من 24-26 فبراير. خلي بالكم لما يجي بابا روما لازم يزور أربع حاجات أساسية. الأربع حاجات الأساسية الاتحادية بتمثل مقر رئاسة الجمهورية، مشيخة الأزهر ودي أساسي، وأكبر كنيسة في الشرق اللي هي الكنيسة الكاتدرائية في العباسية اللي كان ساعتها قداسة البابا شنودة، ولازم يزور بطريرك الأباط الكاثوليك لأن دول الرعاية التابعين لبابا روما في مصر. فدول الأربع أماكن الرئيسية اللي لازم يزورهم. والحقيقة البابا جون بول الثاني أول ما جه مصر قال كده، أنا جيت أحب إلى مصر. طيب لما البابا جون بول الثاني جه سنة 2000 وقال أنا جيت أحب إلى مصر، ليه من سنة 2000 ما حصلش الزخم اللي حصل زي المرة دي؟ الحقيقة يعني تحليل بسيط كده احنا قدرنا نتوصل إليه. احنا شفنا ما كانش فيه إرادة سياسية حقيقية للاهتمام بالمشروع ده. الحكومة ما تبدلش بشكل متكامل ومستدام للملف ده، وكان يحصل دايما تغيير للجان وتغيير الأشخاص، فكان يحصل اهتمام وقتي ثم يرجع ينطفي فما بيكملش للآخر. زائد ان جماعة الإخوان الإرهابية كانت متوغلة في جميع أنحاء الهيئات والحكومات، فكانت تدعيب ان المشروع ده يكمل. كنا بنفتقد للوثائق والمخطوطات والبحوث اللي الدكتور اسحاق اخذ فيها مجهود كبير هو معه الدراسات يجمعها لنا، والكتاب ده ظهر للنور سنه 2016-2017، يعني كان متاخر ما كانش قبل كده متوفر بالتجميع الهائله دي اللي ساعدنا مساعده كبيره جدا عشان نقدر نتعامل فيها مع الغرب. الغرب لما بنتعامل معاهم يا ساده فاضل بيكلموا باللغه الانجليزيه، ما فيش يقول لهم اصل دي شافت رؤية هنا، لازم اقدم له المخطوطات والوثائق بشكل علمي عشان يسمعني ويتجاوب معي. كان عندنا فتره عصيبه من ابريل 2005 ل 28 فبراير 2013، كانت فتره جلوس البابا بنديكتوس السادس عشر، والفتره دي شهدت شويه يعني
انحراف في العلاقة بين الفاتيكان والأزهر، وتوقفت الحوار بين الفاتيكان والأزهر بسبب بعض التصريحات كانت عنيفة شوية. في أحداث ساهمت في اعتماد المسار، وأنا الحقيقة بشوف إن الصوت في مشكلة، مش هقدر هو عادي الإسلام إنه يشتغل، بس وقت الحر ليه. طيب الحقيقة الأحداث اللي ساهمت هو إدخال البابا فرانسيس في 13 مارس 2013، ودي مراسم تكديسه كانت في 19 مارس 2013، ليصبح البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية. البابا الأنبا تواتروس الثاني هو البابا رقم 118 لدى الكنيسة الأرثوذكسية. طب ليه في فرق بين رقم بالرغم ان الكنيستين يتوافقوا في تاريخهم مع بعض، لكن ليه احنا 118 وهم 266؟ الحقيقه مجمع الكارديلا ما بينتخبش كارديلان الا بعد بلوغ سن 70. احنا ممكن الاساقفه بيبقى سنهم صغير زي بابا شنودة، قعد على كرسي افراز المنقوصيه 42 سنه، منتخب كان عنده 42 سنه، لكن هما مجمع الكرادلة لازم من سن 70، فالفترة اللي بيقعدها تبقى فترة صغيرة، زائد هما عندهم ممكن الفترة تستقيل ما يكملش على الكرسي لظروف صحية لظروف مختلفة، فبتبقى الفترة اللي بيقعدها على الكرسي فترة صغيرة جدا. ابتدينا في زيارات رسمية غيرت التاريخ وحاطت مشروع المسار على الطريق الصحيح. لازم اشيد بدور الخارجيه المصريه اللي لعبت دور محوري ودقيق جدا في سفارتنا في الفاتيكان. احنا عندنا سفارتين، سفاره في روما وسفاره في الفاتيكان، يعني الفاتيكان ده يعتبر دوله وبنتعامل معاه تعامل بروتوكولي دوله. السفير حاتم سيف الناصر الحقيقه هو جندي مجهول ولازم ياخد حقه والكريدت لازم يروح لاصحابه. هو لعب دور تاريخي ان هو يوفق مع الفاتيكان في يبتدي مهد للزياره وزياره البابا فرانسيس، ودي هنشوفها في الخطوات اللي جايه. الحقيقه البابا تواتروس بعد انتخاب البابا فرانسيس زي ما قلت لكم مراسم جلوسه كان يوم 19 مارس، قام بخطوه تاريخيه مبادره سريعه جدا وطلب ان يروح يبارك البابا فرانسيس في روما، وطلب ان يوم الزياره يكون يوم 10 مايو اللي هو نفس التاريخ اللي حدده البابا شنودة اللي هو عيد الصداقه والمحبه بين الكنيستين. هي كان الوقت ضيق جدا، لكن سفير الفاتيكان قدر بمهاره فائقه ان يحدد اليوم ده، وبالفعل زار البابا الانبا تواتروس الثاني الفاتيكان يوم 10 مايو سنه 2013 بعد 40 سنه من اخر زياره للبابا شنودة. فترات كبيره لان تبادل الزيارات يوم 40 سنه كانت فترة كبيرة، لكن الزيارة دي كان ليها حقيقة عظيم الأثر في العلاقات المصرية الفاتيكانية. 21 أكتوبر 2014 قامت وزارة السياحة الإيطالية تاريخية بالمتحف القبطي للترويج لمشروع المسار ك يعني ماركتينج للموضوع، وتم دعوة 72 ممثلين لكنائس مختلفة من كنائس العالم لتعريفهم بالمسار. في زيارات غيرت التاريخ زي زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 نوفمبر اللي راح زار بابا فرانسيس ودعا لحضور مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة اللي كان في أغسطس 2015. الحقيقة وقت قدسته ما سمحش بالحضور، لكن أوفى رئيس المحكمة الفاتيكانية وده كان واجب رفيع المستوى، حضر المراسم
وكان تأثير مشابه للفاتيكان. كان فاضل لنا حلقة واحدة نقفل بها الدايرة وهي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب بتنسيق من الخارجية المصرية. الحقيقة نجحوا إن ينسقوا اليوم زيارة فضيلة الإمام تكون نفس يوم عيد تبادل العلاقات الدبلوماسية المصرية الفاتيكانية، كان 23 مايو 2016، وكانت زيارة ليها مردود كبير جدا. وانفرجت الأزمة اللي كانت بين الأزهر والفاتيكان، وابتدينا نتحرك في زيارات ميدانية رسمية متخصصة. كان لازم نروح لقداسة البابا الأنبا توادرس ونقول له عندنا بعض عقبات وتحديات بتقابلنا لاعتماد المسار من الكنيسة الكاثوليكية، وشرحنا له التحديات اللي بتقابلنا. الوزارة السياحة شافت ان الموضوع يعني محتاج وجود ناس متخصصة تشتغل في الملف ده، ووجهنا قداسة البابا ان احنا يعني نتحرك ازاي. وكلف بعد الدراسات وتحديدا الاستاذ دكتور اسحاق عبدان بتجميع جميع الوثائق والمخطوطات والدراسات البحثيه اللي بتحقق المسار عشان نتحرك بيها. وابتدينا في حالات مكوكيه بين مصر وبين الفاتيكان عشان ندبر لده. الخريطه اللي الدكتور اسحاق عبر عنها دي كانت مهمه جدا، لان دي اللي حددت المسار. دور الكنيسه المصريه الوطنيه اللي ما نقدرش نغفله. الكتاب خد مجهود الحقيقه سنين من الاستاذ دكتور اسحاق، وساعدنا كتير جدا 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 في التعامل مع الكنيسه الكاثوليكيه. لا يفوتني ان نقابه المرشدين الحقيقه قبل ما نعتمد المسار وقبل ما نبرر الايقونه كان عندهم حس واعي جدا ان المشروع ده هيحقق نتائج كويسه، لان كانوا شايفين جديه من الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية. وأنا عشت الأجواء دي بنفسي وشفت قد إيه القيادة السياسية مهتمية في مشروع المسار. تقدمت لقداسة البابا بطلب إنه يقدم دورات تثقيفية ودورات كورسات للمرشدين عشان يكونوا متخصصين في شرح زوار البرنامج ده. ده برنامج متخصص جدا ولازم اللي يشتغل فيه يكون ملم بالمعلومات دقيقة عشان ما يحصلش عشوائية في الشرح ويحصل يعني بلبلة في الكلام، ده يسيء للمشروع الحقيقي. قداسة البابا كانت مع الدراسات والأستاذ الدكتور إسحاق عبدان للمتابعة والاهتمام بالموضوع ده. خرجنا دفعتين حوالي 100-110 تقريبا مرشد، وكان المحفوظه الوحيده اللي بيطلبها قداسه البابا ان يبقوا بلغات مختلفه، يعني ما نديش الكورس للغه الانجليزيه بس، لا انجليزي فرنساوي ايطالي الماني جريني هندي عشان نقدر نغطي كل الدول المستهدفه. الحقيقه موضوع زياره البابا فرانسيس لمصر كان بيراقب من اهل الشرق، وكان في احداث كتير بتحول دول الزياره بتتم، لان البابا فرانسيس بيمثل 1.3 مليار من مستخدمين العالم، يعتبر اهم من اكبر رئيس دوله في العالم. اهل الشرق الحقيقه لما سمعوا بالتصريحات وان البابا فرانسيس جاي، اول خبطه خبطوها لنا كانت الاحداث القديمه بتاعه المرقصيه في العباسيه. صحيح المرقصيه ما هياش جوه الكاتدرائيه، هي جوه الكاتدرائيه لكن ما هياش الكاتدرائيه، ما هياش المقر البابوي. البطرسيه. اشكرك. لكن كان هدف هم استهدفوه، وطبعا كلكم تابعتوا الاحداث القديمه، الاحداث البطرسيه في ديسمبر 2016، كانت رساله قاسيه جدا للبابا فرانسيس بتقول له ان المكان اللي انت هتجيه احنا عندنا طايره، ففكر قبل ما تيجي، يعني ممكن تعيد النظر ان ممكن تتعرض لحادث اغتيال. فاجئنا البابا فرانسيس انه بياكد الزياره لمصر، والحقيقه الخبر ده اثر قلوبنا جدا. وبعد الكاردينال جون لوي دوران ده توفى من 3 اشهر، ده كان رئيس المجلس الباباوي في الفاتيكان، جه في زياره للترتيب، كان في فبراير 2017. وابتدينا نرتب للزياره. رئاسه الجمهوريه كلفت وزاره السياحه ان هي تتبنى
كل التجهيزات الاستاد والمراسم استقبال البابا فرانسيس في الاستاد القداس الالهي اللي كلكم تابعتوه، وطلب من وزاره السياحه ان هي تشوف هديه ما كانش متحدده لسه هديه ايه يقدمها سياده الرئيس للبابا فرانسيس لمبي. تم تكليف المهمه الصعبه دي، انا ما كانش ينفع اشتغل فيها لوحدي، جريت على معهد الدراسات القبطيه قلت لهم ارجوكم انا محتاج مساعدتكم في تكليف المهمه دي، مهمه حساسه ورفيعه المستوى. ابتدينا نفكر في ايقونه قبطيه. الفن زي ما الدكتور شرح يختلف، الفن الايطالي عن الفن البيزنطي عن الفن القبطي، وكان لازم نقدم حاجه تعبر عن الفن القبطي المصري الاصيل. وقفنا في معضله، طب نقدم ايقونه بتمثل رحله العيله المقدسه اللي بتعبر عن رحله المجيء ولا اللي بتعبر عن رحله العوده؟ لقينا ان احنا احسن نقدم اللي بتعبر عن رحله العوده اللي بتبين ان السيد المسيح جه مصر طفل وخرج منها صبي. جه عنده حوالي سنتين وخرج منها عنده 16، يعني قضى اهم فترات طفولته في البلد. فكان دي رساله ان احنا نشرح قد ايه ان الفتره اللي عدتها العيله المقدسه فتره ليست قليله، 3 سنين و11 شهر ما يقارب 4 سنين. وابتدى المعهد يكلف قسم الفن عنده برسم الايقونات، وكان في 33 كاردينال مصاحب للبابا، فعملوا 33 ايقونه للكاردينالات، والايقونه اللي قدمها سياده الرئيس. برضه اهل الشر ما سابوش الزراده دي كده تمر بسلام. كلنا فاكرين الاحداث المؤلمه من 9 ابريل كان يوم حد الزعف في طنطا والمرقصيه في اسكندريه. الحقيقه حادث الاسكندريه كان قداس البابا بنفسه موجود داخل المرقصيه في اسكندريه، ولو كان الولد تعدى للبوابه الالكترونيه اللي انتم شايفينها دي كان حصل يعني كارثه. لو كان بعد 1000 شهر قداسة البابا الأب تولد أصيب أي سوء كانت الزيارة دي لا ما كانتش ينفع زيارة تتم. لكن ربنا أراد إن يعني فدى الشهداء اللي أنتم شايفينهم إنه ما يحصلش الحادث الأليم. المطرنية في طنطا كان عندنا شهداء. نشكر ربنا البابا بعد الحادث ده أي كلمة تاريخية أكد فيها زيارته لمصر. السوق بقى مش عارف كلمة سريعة. وصل خلاص البابا بالفعل 28/29/2018، وكانت زيارة تاريخية تبدل هدايا. أنا فوجئت بقداسة البابا فرانسيس يدي رئيس الجمهورية المصري أيقونة للعائلة المقدسة اللي بيوت الذهبي بتمثل رحلة المجيد وعليها علم الفاتيكان في ظهرها. وزيادة الرئيس أهداء الأيقونة اللي أنتم شفتوها زي ما تقولوا الأربع أماكن، لازم يزور الأزهر، لازم يزور الكاتدرائية الفروسية، وده القداس اللي اتعمل. احنا بعد كده شفنا الامارات القداس اللي كان اول امبارح في الامارات. الحقيقه كل تجهيزات الاستاد قامت بيها وزاره السياحه، حطينا فنارات كبيره بتمثل ايقونه العائله المقدسه رحله المجيء رحله العوده، وشفنا التمثيل المشرف. القداس ده تابعه العالم كله، كلاس الانباء العالميه تابعته. جانا الواد شكر من المتركين الاباط الكاثوليك في مصر اللي كانوا مسؤولين عن منسقين زياره البابا فرانسيس. ابتدينا نشتغل على يعني الايجابيه اللي خدناها من زياره البابا فرانسيس. ابتدينا نشتغل ان احنا نبارك الايقونه بقى عشان نبتدي ندرك هذا المسار تحت برامج السياحه الدينيه في مصر. لان روما لو قالت البابا فرانسيس لو قال ده يدرك، كل كاثوليك العالم هيتبعوا المسار. والحقيقه المراسم دي كانت يوم 4 اكتوبر في ساحه القديس بطرس في الفاتيكان. تم ذلك ارسال مؤسسه الحج الفاتيكاني لمراجعه المواقع
عشان احنا مش مجرد نقول لهم تعالوا هما بيقولوا امين، لازم يجوا يراجعوا بنفسهم هل المواقع اللي احنا بنقول عليها تصلح او لا تصلح. فبيجي يراجع، انت بتقول لي ايه المواقع اللي انت هتشتغل عليها؟ فساعتها الوزاره صرحت بخمس مواقع، فالناس بيجوا يراجعوا الخمس مواقع بالفعل وهم من 11 ل 15 ديسمبر، رجعوا عندنا المعلقه في مصر القديمه، راحوا ابو سرجة، كنيسة العذراء في المعادي، الأديورة وادي نافون، البرشوي، السريان، الطرابوس، وبعدين لازم يقابلوا مدرسة البابا توادروس، وخدوا معاه لقطة تاريخية بالأيقونة اللي باركها، ده الفن الإيطالي، الأيقونة اللي باركها بابا روما، ده فن إيطالي، وجابوا هدية للبابا توادروس نفس الأيقونة، ولازم كانوا يقابلوا فضيلة الإمام عشان يسمعوا منه إن لما نبتدي نرسل حجاج على حد تعبيرهم إن الوضع الاجتماعي في مصر يسمح باستقبال النوعية دي من السياحة. وبالفعل تم إدراك المسار ده في كتالوج الحج لدى مؤسسة أوبرا رومانا بتاع الكتالوج، بيطلع مرة في السنة. كتالوج كان فيه أربع برامج بس، الأربع برامج كان عبارة عن القدس والأردن، البرنامج الثاني يونس في فرنسا، البرنامج الثالث سانت فاطمة في البرتغال، البرنامج الرابع هو الفاتيكان نفسه وكنيسة روما نقلوا السلم اللي صعد عليه السيد المسيح الحاكم من الجلاكس المونتي، قطعوا السلم ده سلم وكان من 12 درجة ونقلوه لكنيسة روما صغيرة جدا، ناس بتروح تطلع ال 12 درجة ده على ركبها تعتبر إن هي حكت، ونزل البرنامج بتاع مسار الأرض زي ما انتم شايفين. بشكركم جدا على حسن الاستماع. بشكر الاستاذ مهند البرنامج على المحاضره الشيقه، وهو نقل لنا الكلام كله. احنا معانا نموذج من المجتمع والتعاون ما بين المؤسسات. معانا احد الشركات الخاصه اللي تعاونوا مع نقابه المنشدين السياحيين وفي اكثر من فعاليه، وده احنا حبينا نحطه معانا في الجلسه النهارده تشجيعا، لان ده دور المجتمع ان لازم يتكاتف كل مع بعض عشان نقدر نظهر هذا المشروع الى النور. كانت شركه ماي جوينت بقياده الاستاذ تامر امين رئيس مجلس الاداره، مع الاستاذ وجيه كمان الامين العام لنقابه المنشدين السياحيين، كانوا عملوا اكثر من جوله، وكمان الشركه عملت اغنيه عن المصانع. يكاد يكون اللي عجبني قوي ان اللي عمل الاغنيه الاستاذ تامر امين، الاستاذ مصطفى، الاستاذ محمد، الاستاذ مصطفى، اسماء كلها من النسيج المصري. النسيج المصري اللي هو مؤمن بهذه الرساله، مؤمن بهذا المشروع انه هيفيد البلد. احنا محضرين الاغنيه دي بس الصوت جاهز ان احنا نعرضها على سيادتكم. زاد لحد ما جهز الدكاتره الافاضل، الاستاذ دكتور سامي صبري اتفضل، الاستاذه ميري اتفضل. Thank you.